أحيي الفتيات الأندونيسيات وصيتي إليكن يا بنات انظرنا إلى أخواتكن في فلسطين اتركنا المسلسلات الكورية فإنها معصية تدل إلى الانحراف عن دين الله انظرنا إلى أخواتكن في غزة انظرنا إليهن وهن يواجهن أعداء الله أعداء الحق الصهيونية العالمية لكن لا نملك إلا كتاب الله ولا نملك إلا الحق حفظكن الله.